وقعت قطر تنظيم الحمدين عقدا مع إحدى الشركات في واشنطن لتقديم خدمات استشارية استراتيجية بهدف تحسين صورتها، وتدفع قطر مقابل الحصول على هذه الخدمة 40,000 دولار شهريا، حيث وصل عدد الشركات التي تعاقدت معها قطر من أجل هذه المهمة 6 شركات في واشنطن خلال الشهرين الماضيين، حيث كانت تكافح لإقناع واضع السياسات في واشنطن بالوقوف إلى جانبها.